كابتن احمد عبد الحليم منور ومشرف. كابتن صبري الله يخليك يا حبيبي، بقالي فتره ما شفتكش حبيبي، عيشني والله دايما يا كابتن. طبعا الكبار كابتن حماده طبعا. ازيك يا صبري عامل ايه؟ ازيك، اهلا بيك. اهلا بيك العندليب كابتن عبد الحليم علي منور. صبري ازي حضرتك، بقالي فتره ما شفتكش. احمد كل سنه وانت طيبين. منور، كل سنه وانت طيب. كابتن احمد، قبل ما ادخل معاك في فنيات المباراه النهارده وهنتكلم في حاجات كتيره طبعا، لكن عايز اخد راي حضرتك في زياره مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك النهارده. هو طبعا هي برضه دي من ضمن الفنيات اللي احنا بنتكلم فيها، ان خطوه مباركه جدا للعلاقه الوطيده بين الناديين. طبعا نتمنى ان شاء الله انها تدوم، هي خطوه جميله عشان الناس تعرف بس ان مفيش فرق بين الناديين الكبار. نتمنى ان العلاقه دي تدوم، ونتمنى للناس اللي بتصطاد في المال عكر تبعد شويه. انا عارف ان في ناس لا خلاص بقى هتتفلتر كانت بتبيع. ها هتتفلتر بقى خلاص زي ما بيقولوا، يعني مش هيبقى له اكل عيش فيها خلاص. فشيء جميل جدا وشيء محترم جدا، ويعني اتمنى على طول ان تبقى العلاقه كده، والمنافسه تظل وتكون منافسه شريفه فقط، انما العلاقات لابد ان تكون بين الناس كلها. لان احنا زي ما مش عايز اقول كلام مستهلك، ان انا ليا ممكن يكون عم او خالد او ولادي فيهم اهلاوي وهم مش عارفين، الكلام ده كله استهلكناه، انما لابد ان تكون المنافسه شريفه. فانا باسم من هذه طبعا هي الزياره موجوده عندنا على الشاشه يا كابتن. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي في استقباله طبعا مجلس اداره نادي الزمالك، والشكل جميل والشكل طبعا مفرح طبعا كابتن حماد. طبعا طبعا عن زياره النهارده مجلس اداره النادي الاهلي النادي الزمالك طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب والكابتن حسين نبيل، هي عوده للماضي الجميل الحلو بتاع زمان عاد في الوقت الحاضر. اتمنى الزياره دي يبقى ليها اثار ايجابيه على الجماهير، نخف التعصب شويه. هي منافسه، احنا بننافس بعض زي ما كابتن احمد قال، كلنا اخوات، اهلي زمالك كلنا واحد. هي المنافسه في 90 دقيقه، ودي يعني حاجه احنا كنا متعودين عليها. احنا زمان كنا بنروح نزور النادي الاهلي قبل افريقيا وهم يجوا يزورونا، فاعتقد ده صح الا الصحيح في الاخر، عوده الماضي الجميل في الوقت الحاضر. واتمنى الروح والاخلاق، نافس في الملعب، اكسب في الملعب، لكن دايما خلي الاخلاق هي الاساس، خلي المنافسه الشريفه الاساس، خلي الصداقه الاساس، اعمل اللي انت عايز تعمله في الملعب. لكن الكبيران اما بيجتمعوا الكل لازم يتعلم منهم، الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك دول الكبيران، فما بيجتمعوا اكيد كل الانديه هتتعلم منهم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد الحليم، اكيد في فرق كبير جدا زي ما الكابتن احمد وكابتن حماده قالوا، ان في فرق كبير قوي بين العلاقه وبين المنافسه. اللي شفناه النهارده من مجلس اداره النادي الاهلي ونادي الزمالك هي دي العلاقه اللي اتكلم عليها الكابتن حماده والكابتن احمد، وقالوا ان دي العلاقه القديمه مش صفحه جديده، لا دي العلاقه القديمه اللي كانت مستمره بين مجالس ادارات الناديين. انت شايف العلاقه هتستمر الفتره اللي جايه ويبقى فيه كمان اجتماعات مع الانديه الشعبيه كمان علشان نقدر باذن الله نحتوي الجمهور ويبقى ننبذ التعصب ونرجع جمهورنا تاني للمدرجات؟ الحياه الكرويه هي الانديه الشعبيه. يعني هو التاريخ بيقول ان الانديه الشعبيه هي من صنعت التاريخ لكره القدم المصريه على مدار تاريخ، فبالتالي هي الانديه الشعبيه هي دائما هي التاريخ. دي رقم واحد. رقم اتنين، هي عاداتنا وتقاليدنا، هي دي مصر، يعني هي دي مصر عاداتنا وتقاليدنا. لو ترجع بالتاريخ لورا كان يقال الاهلاوي بيقعد جنب الزملكاوي، الزملكاوي بيقعد جنب الاهلاوي. صحيح. لو ترجع للتاريخ من البدايه الله يرحمه الكابتن حلمي زموره والكابتن صالح سليم، تشوف التاريخ فتلاقي التاريخ كله ايجابيات، وده طبعنا، هو ده الطبع المصري، طبع الشعب المصري. فبالتالي اني الاوان ان الناس تفهم وتستوعب، وعلى الجميع، يعني على الجميع، مش اللي بيتفرج بس، على الجميع في الاستديوهات وعلى جميع النجوم يستوعبوا جيدا ان هي دي مصر، دي المرحله اللي لازم من المراحل اللي انت لازم تكون في تكاتف للجميع. وفي الاخر نفهم ان الكره هي مستطيل اخضر، اللي بيكسب ربنا يوفقه، اللي بيخسر الحياه ما بتقفش فبتستمر تاني. فناديين كبار لازم يكون مثل ومبادئ للشعب المصري وللعالم كله، وبندي درس وبندي بنفهم الناس يعني ايه مصر وتاريخ مصر ومبادئ مصر وثوابت مصر. لازم الناس تفهم كويس جدا. اعتقد خطوه ايجابيه جدا لنا كلنا، للعالم كله. ان شاء الله تستمر بشكل جيد والعلاقات تتواضع، وفي الاخر احنا بنقول الملعب حاجه واللي بيننا وبين بعضينا ده شيء تاني خالص. من الحاجات يا كابتن حماده برضو الملفته النهارده، بوكيه الورد اللي حطه نادي الزمالك مكان كرسي معالي الوزير رحمه الله عليه لعمرو فاروق، ودي تدينا رساله وتوضح رساله ثانيه ان قد ايه نادي الزمالك حريص طبعا على كل تفصيله في زياره مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك.
هو بص النهارده اليوم كان يوم جميل، يوم حلو، بنقول للناس احنا مش عايزين تعصب، يعني حب فرقتك، نافس، اكسب، لكن احنا في الاخر اخواته طبعا. الله يرحمه الوزير العامر فاروق طبعا، ربنا يرحمه، كان من الشخصيات المحترمه جدا، وكانت لافته طيبه ان مكانه موجود فاضي وحاطين بكوارد. دي العلاقه اللي احنا عايزينها، يعني دي العلاقه اللي احنا دايما عايزينها، زي ما الكابتن احمد قال وعبد الحليم قال، هي 90 دقيقه في الملعب احنا بننافس بعض منافسه شريفه، لكن احنا في الاخر اخوات وحبايب. واتمنى ده يكون درس للعيبه، للمديرين الفنيين، للاداريين، لمنع التعصب، للجماهير خاصه للشباب الصغير من الجانبين. فاتمنى مبادره كويسه جدا حصلت النهارده، ان شاء الله هيبقى ليها ايجابيات كتيره جدا في الايام اللي جايه ان شاء الله، وهيبقى نوع نبذ التعصب هيبقى يقل شويه. اكسب، انا زملكاوي وعايز اكسب الاهلي، والاهلي عايز يكسب الزمالك، ما عنديش مشكله في حال، لكن مش عايزين بقى عنف وتطاول، واحنا في مرحله صعبه، الشباب اللي بيتعصب دي شويه. احنا هي رساله بنوجهها للشباب، انتوا المستقبل بتاع البلد، روح ناديك وشجع فرقتك وبتاع، بس بدون ما تعمل اثاره للشغب او للعنف.